طيب خلينا نرجع مرة تانية للعالمين. بيستضيف كورنيش البحيرات فعالية السباق الثلاثي من السباحة. بيتكون الكورنيش من ممشى سياحي بطول 10 كيلومتر، وجود بحيرات صناعية بمساحة 700 فدان لتقدم كل الخدمات الترفيهية لزوار مهرجان العالمين الجديد. صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان، أهلا بيكم من المدينة الساحرة والجميلة من مدينة العالمين الجديدة. استعدادات كبيرة جدا بتتم هنا لاستضافة واستقبال كل زوار مهرجان العالمين الجديدة، المهرجان الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط. ومن ضمن الاستعدادات دي جاهزية البحيرات الصناعية اللي موجودة على كورنيش البحيرات بطول 10 كيلومتر. طب يا ترى البحيرات دي حكايتها ايه وهتستضيف ايه من فعاليات مهرجان العالمين الجديدة؟ تعالوا بينا نقول لكم. المهندس محمد جابر المشرف على مشروع البحيرات الصناعية بجهاز مدينة العالمين الجديدة، برحب بيك. طبعا اول حاجة عايزين نتكلم عليها المنطقة اللي احنا موجودين فيها والبحيرات الصناعية، ايه هي البحيرات الصناعية وايه تفاصيل؟ السلام عليكم، اتشرفت بحضراتكم معانا في مدينه العالمين الجديده. البحيرات الصناعيه انا عندي بحيرتين في مدينه العالمين الجديده، في بحيره في المنطقه الشرقيه ودي مساحتها 370 فدان، والبحيره الغربيه دي مساحتها 187 فدان. البحيره الشرقيه اللي احنا واقفين عليها دلوقتي بتتكون من اربع بواغيز، دي بتصل من البحر للبحيره مباشره، وعندي 8 مناطق شاطئيه دي خاصه بالسباحه للمقيمين او للزائرين لمدينه العالمين الجديده. عايزين بقى نعرف ايه اللي موجود فيها، سواء مثلا المنطقه الترفيهيه اللي بتتم لسه دلوقتي، وايه الخدمات والحاجات اللي موجود فيها وبيستمتع بها الزائرين اللي بيجوا. احنا بالنسبه للبحيرات هنا في مدينه العالمين الجديده، مبدئيا احنا ما عندنا الممشى السياحي ده 10 كيلو حوالين البحيرات اللي احنا واقفين فيها دلوقتي، والممشى ده بيبقى عليه جميع الخدمات لأي زائر أو مقيم لمدينة العالمين الجديدة يقدر يستفاد بيها. ده مباشرة على البحر، ده يعتبر مرحلتين. المرحلة الأولى عندي عبارة عن 7 كيلو، وده اللي خلص معنا إن شاء الله بإذن الله، والمرحلة الثانية بإذن الله 7 كيلو. وبالنسبة للممشى السياحي 7 كيلو إحنا تقام فيه الجزء الخاص بالجري في مهرجان مدينة العالمين إن شاء الله بإذن الله، والجزء الخاص بالدرجات هيقام في المنطقة الشرقية كلها. بقى نتكلم على مهرجان العالمين الجديدة، وإن دي منطقة طبعا من المناطق اللي هتستضيف الفعاليات، قول لنا بقى دور المنطقة دي في المهرجان وإيه الفعاليات اللي هتستضيفها البحيرة. إن شاء الله بإذن الله إحنا بالنسبة لمهرجان مدينة العالمين، أنا عندي البحيرة الشرقية اللي إحنا فيها دلوقتي إن شاء الله بإذن الله تستضيف بطولة التجديف الدولية، ودي بطولة من البطولات اللي معايا، والبطولة الثانية بطولة الثلاثي، والجزء الخاص بالسباحة هيقام على مدينة على البحيرة الشرقية بمدينة العالمين الجديدة إن شاء الله بإذن الله. أهمية وجود البحيرة بقى للمهرجان، يعني أنتوا استعديتوا ليها علشان الناس تيجي، أهميتها كمان في وجودها في فعاليات مهرجان العالمين والناس اللي هتيجي بقى، هل أنتوا كنتوا يعني مستعدين وجهزتوها بقى للناس اللي هتيجي في مهرجان؟ طبعا بالنسبه للبحيره الشرقيه دي يا فندم، احنا بالنسبه لنا احنا يعتبر مخلصين حوالي 90% منها، والجزء الخاص بمنطقه المهرجان خلصنا 100%، بخلاف ان انا على البحر مباشره عندي حوالي 14 حاجز بحري، ودي الحواجز انا بستخدمها عشان خاطر اكون خط الشاطئ واحافظ عليه من اي عوامل خارجيه، ورقم 2 بالنسبه لي عشان البواغيز بتاعتي احافظ عليها، فتحات البواغيز بتاعتي احافظ عليها من اي مشكله تحصل. اخر حاجه، انتوا استعديتوا ازاي هنا لاستقبال فعاليات مهرجان العالمين الجديد؟ احنا مبدئيا بالنسبه للممشى السياحي عليه جميع الخدمات اللي بيحتاجها اي زائر او اي مقيم في مدينه العالمين، وبالنسبه للبحر مباشره في منطقتين شاطئيتين مستعدين دلوقتي لاستقبال اي زائر ويجي يتفرج على مدينه العالمين ان شاء الله باذن الله هيعجب بيها وهيستمتع بجميع الخدمات اللي احنا جهزناها لاي زائر او اي مقيم ان شاء الله باذن الله.